أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الرئيس عباس يضع قرار الانسحاب من المفاوضات أمام لجنة المتابعة العربية التي ستعقد اجتماعا في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 24 أكتوبر المقبل. أعمال البناء تبدأ في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على نطاق ضيق بعد ساعات قليلة على انتهاء مهلة تجميد الاستيطان، والجرافات تبدأ خصوصا في مستوطنة آدم في شمال الضفة الغربية حيث يتوقع بناء حوالي 30 مسكنا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو الرئيس عباس إلى مواصلة محادثات السلام على الرغم من انتهاء مفعول قرار تجميد المستوطنات في الضفة الغربية، ويؤكد استعداده لإبرام اتفاق سلام تاريخي مع الفلسطينيين في غضون عام. الإدارة الأمريكية تحرك الملف السوري بلقاء بين كلينتون والمعلم لتهيئة مناخ إقليمي للسلام في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان يقول إن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان يونيفيل لا تقوم بالردع الكافي للانتهاكات الإسرائيلية. النائب اللبناني وليد جملاط يقول إنه ربما كان من الأفضل لو لم تشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ويشدد على أن كشف حقيقة شهود الزور في القضية أفضل طريقة للعدل. الإمام فيصل عبد الرؤوف الذي يقف وراء الخطة المثيرة للجدل لبناء مركز ثقافي إسلامي قرب موقع هجمات 11 أيلول سبتمبر في نيويورك يقول إن هذا المشروع يهدف إلى منع وقوع هجوم مماثل. الرئيسان الصيني هو جينتاو والروسي ديمتري ميدفيديف يتعهدان بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونقل عن ميدفيديف قوله إن 12 اتفاقية ثنائية من المقرر توقيعها عقب محادثاته مع الرئيس الصيني تعكس التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين. للتفاصيل زوروا موقعنا الفوتس.com. إلى اللقاء.